ريكورد. أنا كده بدأت أسجل المفروض. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا هنا، أنا هنا كبرت لك الصورة قوي قوي، كبرت لك الفيلد اللي على الناحية اليمين جدا عشان تشوف الهير شافت دايفرستي ويبقى واضح جدا. الكلام ده مفهوم؟ وده الهول تمام. ده الهول مارك بتاع الإيه؟ الاندروجينيتك الوبيشيا عموما. احلى حاجه ان الكاميرا بتتفتح صراحه، وبنشوف ناس نايمه على السراير واللي قاعد ما اعرفش فين، وانا عمال اقول لكم يا اخوانا جهزوا ورقه وقلم. والله العظيم الواحد بقى يعني كده. طيب الكرونيك تيلوجين افلوفيوم، الكرونيك تيلوجين افلوفيوم دي من وجهه نظري ده لغز كبير قوي، محتاج نشتغل عليه حتى في الابحاث، يعني حتى في الكتب بتاعتنا ده هي في غموض. بس انت تبقى فاهم ان الحاله دي فيها فلكتويشن، يعني حابه يحصل هير شيدنج وحابه يريزولف، وحابه يحصل هير شيدنج وحابه يريزولف، ودايما بيجي في الفيميلز بعد سن ال 30، ودايما مصاحب على عكس ناس كتير ما هي مش متخيله ده بفرونتو تيمبرال ريسيشن. بسمع محاضره النت زفت اصلا، ما عارفه اسمع يا دكتوره شيماء اقفلي يا دكتوره. واحد يعمل لك ايه؟ واحد يعمل لك والله هيقول كلام وانا واحد معايا اثنين انا هفضحه على ايوه واحد قاعد ما بقتش ما اعرفش اعمل فيكم ايه. عامة ماشي. يبقى هو prolonged fluctuating course، وبالعيان يجي له hair shedding وبعدين كده. clinically بنبدأ نشوف ان العيان بيحصل له frontal recession من هنا، مش frontal عفوا frontal temporal شوية، وتيجي تعمل الهير pull test انت وحظك. لو هي جيالك في الactive shedding state هتلاقي بوزر. لا لو هتلاقيه لو مات مفتوح. دكتوره دعاء اقفلي يا دكتوره دعاء رجاء. اللي هيفتح المايك انا هنده اسمه، هو حر. نيجي بالدرموسكوبي، هتحط الدرموسكوبي مش هتلاقي الهير شافت دايفرستي بتاع الفيميل باترن هير لوس، هتلاقي بس الفوليكولر هير يونتس، يعني كل مبسم طالع منه شعرايه او اتنين بس، مش طالع تلاتة أو أربعة زي النورمال. خلاص؟ فده مهم جدا. طبعا بالهيستوباثولوجي أحيانا بيساعدنا، وفي بعض الحالات على فكرة بنلجأ ليها للباثولوجي ما بنبقاش عارفين هل ده كرونيك تيلوجين افلوفيوم ولا فيميل باترن هير لوس. وساعات الدرموسكوب بيديني ايكوفوكال ريزلت، ألاقي هير شافت دايفرستي بس مش قوي، فاهمه؟ فببقى متحير، فالباثولوجي يساعدني جدا جدا. بلاقي نورمال بس بلاقي سلايت انكريز في التيلوجين هير فولكلز، لكن ما بلاقيش الفايبرس ستريمرز والمينيتشرايزيشن اللي بيكون واضح جدا في الهيريديتري او الانجيو الاي جي اي اللي هو الفيميل باترن هلوس بتاعنا النهارده. ما انا بعمل ميوت الكل يا دكتوره رولا وهم بيفتحوا. انت غلبانه قوي. ما انا بعمل وهم بيفتحوا بعد ما بعمل. ما علينا، دي حاله كلينيكال قدامك اهي. بص شايف الفرونتو تيمبرال ريسيشن اللي هنا واضح جدا اهو، وتيجي تبص بالدرموسكوب تلاقي ما فيش يا اخويا لا هير شافت دايفرستي ولا حاجه، والدنيا تبدو جيده تبدو. ولو لقيت هير شافت دايفرستي زي ده كده بيبقى صغنن، يعني بص يعني ادي في واحد اهي، بس مش كتير، مش 20% في الفيلد. فبالتالي دوت بيكون اكتر مع الكرونيك تيلوجين افلوفيوم. ده جدول ممكن تصوروه اهو، بيبين لك الفرق بين الحاجات دي، وموجود في التكست. يو كان ريفير تو تكست. لا ما تخضنيش، الصوره واقفه ايه، انا شغال قدامها، مش عايزين نخلص من المحاضرة دي، أنا بدأت أتشائم. ألوبيشيا إرياتا إنكوجنيتا مهم جدا. أول حد اتكلم عليها كان الأخ ريبورا سنة 87. الدرموسكوبي على فكرة هو اللي خلانا نعرف الانتيتي دي،
بذمتك لو جالك حالة زي دي كده، أنا شخصيا لو هتعرض عليا حالة زي دي ممكن أقول لك دي late stage من الفيميل باترن هير لوس. توافقون الرأي؟ نتكلم الصورة دي أقدر أقول عليها ألوبيشيا أرياتا خالص من بعيد كده، أقول لك أه ده دي اي جي اي late presentation. حلو كده؟ إيه اللي هيخلي المنظر ده ألوبيشيا إرياتا إنكوجنيتا؟ يا خبر أبيض، يعني كأن الألوبيشيا إرياتا إنكوجنيتا it is the clinical form of diffuse and not patterned hair loss. صح كده؟ يبقى الألوبيشيا إرياتا عادة هي patterned، لها pattern، سواء تيجي الكلاسيك اللي هي تلاقي باتش أوف هير لوس، أو تيجي أوف ييزس، أو تيجي توتاليس، أو تيجي تو يونيفرساليس، زي ما تيجي. لكن ده ممكن تجي لك بالصورة دي ونسميها ألوبيشيا إرياتا إنكوجنيتا. بيبقى sudden onset إلى حد ما، مش sudden يعني يوم وليلة، إحنا بنتكلم في weeks of hair shedding. الهير شيدنج ده لو راح لدكتور ما عندوش المعلومة بالترايكوجرام ولا يحسن قراءته ولا يحسن عمله، هيعرف ان ده أناجين هير. امال انت تكتشف حالات الألوبيشيا إرياتا إنكوجنيتا ازاي؟ ما هو كده، هتعمل ترايكوجرام هتلاقي أناجين هير، فبالتالي هيجي في بالك الحق لا تكون هي ألوبيشيا إرياتا إنكوجنيتا، هي سيمبلي لايك ذات. خلاص؟ طيب نكبر السكوب شوي، نكبر السكوب شوي. للاسف حتى تكست بوكس كبيره مش مديه الالوبيشيا إرياتا إنكوجنيتا حقها في الشرح في التكست بوك، ما تكلموش عنها قوي او ذكرا خفيفا كده. هو في فرق ما بين الالوبيشيا إرياتا إنكوجنيتا والديفيوز الالوبيشيا إرياتا؟ هل هناك فرق ام الاثنين حاجه واحده؟ لو حد عارف يقول. سؤال تاني يا دكتور، هل هناك فرق بين الألوبيشيا إرياتا إنكوجنيتا and diffuse ألوبيشيا إرياتا؟ Is there a difference between ألوبيشيا إرياتا إنكوجنيتا and diffuse ألوبيشيا إرياتا؟ They are one entity ولا double entities؟ هقلي double يا دكتور. الديفuse ألوبيشيا إرياتا بيبقى total absence of the hair؟ لا، الديفيوز الالوبيشيا إرياتا بتبقى شبه كده برضو. طب دكتور معلش، هو يعني الالوبيشيا إرياتا إنكوجنيتو دي تساوي الكرونيك أناجين إفلوفيوم؟ لا طالما كله أناجين أناجين. لا 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 لا، انا عارفه ان دي سادن ودي كرونيك، بس يعني لو هو الكورس ان هو انترميتنت وكرونيك ريلابسنج ديفرنس. لا 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 لا، there is a difference، في similarities بس there is a difference. طيب في الحقيقه في ناس بتقول ان الاثنين انتيتي واحد او سينونيمز، ان الالوبيشيا إرياتا إنكوجنيتا زي الديفيوز الالوبيشيا إرياتا او ات از ديفيوز فورم الالوبيشيا إرياتا. الكلام ده ليس دقيقا كليا. خلاص، بص بقى انا عملت لكم المحاضره اللي فاتت الفرق بين الكيمورا واسمه ايه ده والانجيولينفويد هايبربليزيا ويز ايزينوفيليا، وقلت لكم الفرق ده مش موجود في الكتب. كمان احنا النهارده هنتكلم على فرق مش موجود في الكتب، صعب تلاقيه ده، ما بين الالوبيشيا إرياتا إنكوجنيتا اند ديفيوز باترن اوف الالوبيشيا إرياتا. مش سيسافو، ما اقصدش السيسافو، الصوره اللي على اليمين دي ديفيوز الالوبيشيا إرياتا، والصوره اللي على الشمال دي الالوبيشيا إرياتا إنكوجنيتا. الفرق بينهم اهو ده بالدرموسكوب، وكأن الدرموسكوب في فرق. في فرق، مش بس كده، الكلينيكال كله في فرق، وكمان الباثولوجي شوي. بص بقى معايا، الالوبيشيا إرياتا إنكوجنيتا هو في حد عامل شخبطة. كلير. بص بقى، الالوبيشيا إرياتا إنكوجنيتا ده حالة sudden onset through weeks، خلال اسابيع كده بيبدا العيان بسيفير هير شيدنج، تعمل له الترايكوجرام تلاقيه اناجين هير، وتلاقي العيان بيطور الحاله دي خلال اسابيع. الديفيوز الالوبيشيا إرياتا لا، ده كرونيك كورس، والعيان ده عاده بيبقى اكمبانيد معاه
حاجة زي الأوفييزس باترن، يعني بدأ بأوفييزس وبعدين بدأ يظهر له الديفيوز الو الديفيوز فورم على السكالب من فوق كده. ده أول فرق كلينيكال. الكلام ده مش هتلاقوه في الكتب، فركزوا. تاني فرق بالدرموسكوبي، الصورة اللي بنشوف فيها الألوبيشيا أرياتا إنكوجنيتا مش هي الدرموسكوبي بتاع الكلاسيك ألوبيشيا أرياتا، مش هي الإكسكلاميشن مارك، ومش هي البلاك دوتس، ومش هي الكلام ده خالص. عادة بنشوف إمتي يلو دوتس، وبنلاقي ممكن يلو دوتس وفيها فيلاس هير، وممكن تلاقي اس شيبد هير او بيج تيل هير او يعني ري جروينج هير خفيف. ده في الالوبيشيا ارياتا انكوجنيتا. But in diffuse alopecia areata you can find the finding of classic alopecia areata. يعني ممكن تلاقي، مش هقول لك exclamation mark، بس ممكن تلاقي black dots، ممكن تلاقي dystrophic hair. وده بيدينوت ايه بقى؟ طب ايه الفرق؟ ما هو ايه الفرق؟ الباثولوجي، الباثولوجي هو اللي بيعكس الدرموسكوبي. خلي بالك الانتنس انفلاميشن موجود فين؟ في الديفيوز الوبيشيا ارياتا، فهيخليك تشوف اكتر بلاك دوتس، وتشوف اكتر اللي هو الفليم فيجر هير والكلام ده. على عكس الانفلاميشن بيبقى سطل شويه وقليل حبتين في الالوبيشيا ارياتا انكوجنيتا، فبتلاقي الشعر كله بيقع، وبتلاقي اليلو دوتس هي الموجوده. الكلام صعب صح؟ صح ولا معايا ولا سهلة؟ يا خراب أنا خايف ال... طيب صعب. تاني صعب يا دكتور، صعب يا دكتور. بعدين حاجة، الصورة بتاعت الدرموسكي بالفرق بين الاتنين عشان نشوفها قدامنا. حاضر. المشكله ان حاضر دقيقه واحده، انا بس عايز اقفل عايز ارجع له عشان دقيقه واحده. ها بصوا كده اهو، الحمد لله قدرت اشغله تاني. ركزوا، واللي مشغل مايك يقفله من فضلكم من فضلكم. الديفيوز الوبيشيا ارياتا والالوبيشيا ارياتا انكوجنيتا هما يبدو ان الاثنين حاجه واحده. خلاص الكلام ده قد يكون صحيحا على بعض المستويات، لكن في الحقيقه لا، الكلام فيه فرق بين الحالتين. طب ايه الفرق؟ الفرق كلينيكال قدامك اهو. الالوبيشيا ارياتا انكوجنيتا بتيجي كلينيكالي اول اوف سادن. يا جماعه اللي شغل مايك يقفله بقى رجاء، انا يعني دكتور جالاكسي نوت 10 ده مش عارف اسمه، بيجي اول اوف سادن على خلال ويكس، في مسافه اسابيع كده، وتلاقي الشعر بيقع كله، وبيقع من الفيرتكس ومن الاوكسبت والجزء ده زي الصوره كده ما هي مبينه. يبقى ده الالوبيشيا ارياتا انكوجنيتا، ده كلينيكالي. الحاله دي الانفلاميشن ما بيبقاش فيها انتنس، it is not intensely inflammated in pathology، فبالتالي الشعر هيقع بسرعه، ما فيش فيها انفلاميشن قوي يدنه يعارك في الشعر ويضرب في الشعر. الشعر بيقع في الحاله دي بسرعه، فبالدرموسكوب هتلاقي اليلو دوتس موجوده بشكل قوي جدا، ومش هتلاقي بقى الكلاسيك الوبيشيا ارياتا الشغل بتاعنا الاكسكلاميشن مارك والبلاك دوتس والكلام ده، مش هتلاقيه. هتلاقي اليلو دوتس، وممكن فيلاس هير، وممكن اس شيبد هير، يعني فيلاس هير ضعيف. يعني كان الصوره بتاعت الستيبل الوبيشيا ارياتا. حلو كده؟ حلو. على عكس الديفيوز الوبيشيا ارياتا، الديفيوز الوبيشيا ارياتا هي مش سينونيم للالوبيشيا ارياتا انكوجنيتا، هي بتبقى حاله عنيفه من الالوبيشيا، وغالبا بتتبع باترن الوبيشيا ارياتا عاديه زي الاوفييزس اللي جت، وبعدين بدات تتطور وتقرب على المناطق الداخليه دي. علشان كده الكورس
it is يعني it is running a chronic course rather than acute course زي الألوبيشيا إرياتيك الكوجنيت. الدرموسكوبي بتاعها بيتماشى مع الباثولوجي اللي هو فيه انفلاميشن عنيف، فهتلاقي الشعر محروق وبايظ وفيه بلاك دوتس وفي شعرايه واقعه وفي شعرايه مش عارف ايه، اللي هو اللي على اليمين ده الدرموسكوبي اللي على اليمين. لكن الدرموسكوبي اللي على الشمال لا، ده بتاع الالوبيشيا ارياتا انكوجنيتا عباره عن يلو دوتس وفيلاس هير طالع من بعضها واس شيبد هير زي ما انتم شايفين كده على الارو. دكتور فرقوا ازاي بالاندروجينيتك الوبيشيا؟ حلو السؤال. اولا انت عندك كلينيكال واحد شعره بيقع، حط الشعر تحت الميكروسكوب تلاقي اناجين هير، يبقى التراكوجرام مهم ولا مش مهم؟ الاندروجينيتك بيبقى ثالوجين على الاقل هيبقى مينيتشرايزد هير، ان ما كانش تالوجين هيبقى مينيتشرايزد هير، يعني مش تيرمينال هير قوي، مش اناجين هير كامله، هتبقى مينيتشرايزد ضعيفه جدا. ده على الاقل ان ما كانش يبقى في تالوجين هير، لان الاي جي اي والاندروجينيتك الوبيشيا مع الوقت بيحصل اكسس تالوجين هير بيبقى موجود في الباثولوجي كمان. لكن سيبك من ده، يبقى التراكوجرام ده معاك. تاني حاجة انت عندك هنا في اليلو دوتس، خلاص لو انا قدامي حالة EGA بالمنظر ده وبالهير دينستي دي مش هتبقى يلو دوتس، هتبقى وايت دوتس، لان الحالة دي هتبقى very very late presentation وهيبقى actually حصل fibrosis واتقلبت لوايت دوتس مش يلو. تمام يا دكتور، شكرا. صح. طيب هل هنلاقي اس شيبد هير في الاي جي اي؟ صعبه شويه دي، ممكن تلاقي بيكتيل هير شويه ماسك نفسه حب، لكن الاس شيب ده اللي هو ده لا، ده تلاقيه اكتر في الالوبيشيا ارياتا انكوجنيتا، فدي حاله الالوبيشيا ارياتا انكوجنيتا. طيب الجدول ده بيودي لك الفرق اللي انا عمال اقوله بقى اهو. كلينيكالي البرزنتيشن الى حد ما في فرق، الالوبيشيا ارياتا الكوجنيتا all of sudden بتيجي في الفيرتكس والاوكسيبت الجزء ده، بتلاقي ديفيوز هير شيدنج وكله في اناجين هير. الديفيوز الالوبيشيا ارياتا عاده بتران كرونيك كورس، وعاده اللي عنده الالوبيشيا ارياتا من الاول بس واخد باترن صعب شويه زي السيسافو ولا حاجه، عفوا او الاوفييزس. الدرموسكوبي هنا بتاع الى حد كبير الستيبل الالوبيشيا ارياتا اللي هي اليلو دوتس وفيها الفيلاس هير والاس شيبد هير والبيك تيل والكلام ده، لكن على النظير الناحيه الثانيه ممكن تلاقي البلاك دوتس، يعني لو لقيت بلاك دوتس ده تبقى ديفيوز الالوبيشيا ارياتا رازر ذان الالوبيشيا ارياتا انكوجنيتا. حد بيسال and how is inflammation in alopecia areata incognita is less than diffuse alopecia areata also it is sudden. عادي، يعني لما تيجي بالباثولوجي حضرتك، لما تيجي بالباثولوجي حضرتك مش هتلاقي condensed lymphocytes موجودة حوالي الهير فوليكلز اللي احنا بنسميها swarm of bees، مش هتلاقيها موجودة. طب هو السؤال لو الانفلاميشن عنيف حوالين الهير فوليكل ليه بنعتبرها نون سيكاتريشن مش سيكاتريشن؟ اسألي نفسك السؤال ده. هي نون سيكاتريشن والشعر ممكن يرجع ينبت تاني، فالعمليه الكورليشن بتاع الانفلاميشن في الباثولوجي في حته الالوبيشيا ارياتا مش معناه ان كل ما الانفلاميشن زاد كل ما التساقط يبقى اسرع، مش معناها كده. والا في الالوبيشيا ارياتا العاديه بتلاقي سوارم اوف بيز زي خليه النحل الليمفوسايتس كده حوالين الشعرايه، ورغم كده بيحصل ري جروينج للهير. معايا؟ يعني انا حتى كاتب لك في الجدول اهو ان الليمفوسيتك انفلتريت مور اباندنت اند بروفاوند ان دي اي اي اللي هي في الديفيوز الالوبيشيا ارياتا. على فكره الجدول ده انا كاتبه كده، وانا كاتبه يعني من دماغي مش موجود في كتاب، فمفهوم معلش انا مخنفر شويه الصوت، فلحد دلوقتي الدنيا وضحت؟ الدنيا وضحت يا جماعه ولا ايه؟ حد عنده سؤال فيما سبق؟
It's okay. طيب, the most frequent dermoscopic signs في الالوبيشيا اريتا انكوجنيتا as I told you, وفي الديفيوز الالوبيشيا اريتا على فكرة the same, بس you may find black dots. Diagnostic criteria قلنا ايه, trichogram, لازم تشوف الترايكوجرام. البوزيتيف هير بول تيست بتلاقي بوزيتيف طبعا في الالوبيشيا اريتا انكوجنيتا. بالدرموسكوبي بتلاقي بقى الكلام اللي مكتوب ده كله, وبالهيستوباثولوجي طبعا مهم, وده الكونكلوسيف في التشخيص. لو الحاله قدامك وشاكك فيها جدا عاده بنحتاج لها باثولوجي. انا خلصت البارت 1 من الويبينار النهارده, والمحاضره دي ما خلصتش. المحاضره دي ستيل وي هاف ا لوت اوف سلايدز ان ذس ليكتشر, بات اي ويل ستوب هير because I will like that I ended the اللي هو الدايجنوستيك بارت. الدايجنوستيك بارت الاهم, الثيرابيوتيك بارت later. لازم تهضم الجزء الدايجنوستكس, لازم تفهم الاول الحقائق اللي اتكلمنا عليها وتقرا ده, وبعدين ان شاء الله نتكلم على الثيرابيوتكس in another day. الله يخليكم, شكرين. I ended my part. Thank you for attendance, and we will have the second part now with Dr. Marina Juravlova. Dr. Marina هتبدأ تعمل لنا presentation لكيس, بس أنا ما أعرفش هو بال ياشيرين, أنت كنت عارفة ال settings, نخلي الناس تشارك إزاي؟ هو حضرتك في شير سكرين حضرتك بتدوس عليها عشان هي وهي تاسك تو شير سكرين, يعني شير سكرين. طب انا اعمل ايه؟ حضرتك بتديها البرميشن في ايكون. Yes, you need to give permission. I try share screen. He say host prohibited. Prohibited. Oops. طب انا هطلع على الديسكتوب ومش هشير بقى خالص, يعني I will stop sharing. Yes. Okay, sorry. Stop share. تمام. احنا في حالة هتعرضها لنا الدكتورة مارينا, هي حالة جميلة جدا. و It's okay, Dr. Marina, for you now? No, host disabled participant screen sharing. Okay, it's okay now. You can go. And go slowly, and we want all people, yeah, to think in this case. Ah, sure, we will try to think in this case. Okay. This nice picture represents something. I hope in end of lecture you will tell me what it is. So this is one of a case, as we see, once upon a time. So usually I wake up at morning by the sound like ding ding, and it can be the sound of my phone from anybody or from Dr. Ahmed for sure. So now you will see one of this part. So hello, good morning. 19 February, start from a new case challenged by Dr. Ahmed. So it was 19 February of 2019. This case is 2 years now. So let's see what is this. Dr. Ahmed is don't talk a lot. So he sent 2 pictures and 1 word, diagnosis. Bas, khalas, get there. So what should we do? As you know, he follows special rules for all cases. So we are as a good followers, we're supposed to make the things by the order. So let's see what is the order. The first we need to describe the lesion. So you can try, all of you can try to describe what will you see. So the lesion is like this, as you see, and my description was like this. So I describe it for myself. It's a unilateral, localized, brown to black, hyperpigmented, velvety, hyperkeratotic, black with soft
bedding ridges, so the ends is not clear, and ill-defined margins on the side of neck. So this is the right side, as we see, the right side of neck, and it's a little kid, not big one. Okay, so we take check up, so we need to describe, we describe the lesion. So for sure, you have, after description, you have think about something. But as you see, this is patch. So if it will be from all the neck, we will think about something. But if it is a patch and his appearance like this, so usually all of you or me or anybody else, when Dr. Ahmed sends something like this, what we say, ah, dermoscopy, Dr. Ahmed, we want the dermoscopy. The second, what we want from patient is the history. But the problem, he didn't send us anything and we need to reply. What? So if he didn't send anything, so that's it. He will not tell you more than this. Okay, this is my reply. So what I see, we see the dermoscopic picture. It was two pictures together, this picture and dermoscopic picture. So this is my thinking, as you see, it is keratinocytic type of epidermal nevus with associated acanthosis nigricans. This is, you know, any blah, 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 which come to my head. Or Garcia-Hafner-Happel syndrome, if have any additional neurological abnormalities, which is supposed to be not the answer, because if there is abnormalities, sure, Dr. Ahmed will tell us. You see the reply from Dr. Ahmed, this, So this is how he think about us. And okay, I can imagine, because you know, this is WhatsApp, halas, this is not, you cannot see the facial expression, but I imagine by my own self what his face look like. Okay, it is like this. Come on. The diagnosis is like this. So okay, how many of you know this entity, nevoid acanthosis nigricans? Okay, this is special type. So after he tell me this, he say, okay, this is your homework, you need to make a lecture. So I did this funny lecture. So let's see, what is nevoid acanthosis nigricans mean? It is usually unilateral acanthosis nigricans, sometimes referred to as nevoid acanthosis nigricans. It's actually rare dermatosis with inheritance by autosomal dominant trait. I don't know how many times Dr. Ahmed see it, he can tell us, but this was my first time and I think it is last time, because it's only one time from all these years I see such a... No, indeed, I see about 5 to 6 cases of nevoid. Okay, for how many years, Dr. Ahmed? How many years? 20 of experience or like? What I can remember, something like 5 or 6 cases. Okay, so you see this generally rare case. Yes. Okay, and these lesions may represent unilateral epidermal nevus. So they are, you know, not described well, not if you will go to the literature, you will not find anything in your big super books, which you see behind Dr. Ahmed now. And if I open my video, you will see it behind me also. You see, I have looked. Good. Okay. We go further. We see that it is rare cases. What happened? Ah, okay, so I think it stopped. Okay, the lesions, usually it's always unilateral, but it can be in the different parts. So as you see, for this thing I found in literature, it is underarm part. The Dr. Ahmed case was neck part. Okay, it can be in anywhere and become evident during infancy, childhood, or adulthood. So it can come up in any time. Tend to enlarge gradually before stabilizing or regressing. So particularly we have a lesion which look like a nevi with this type of velvety surface. And it can emerge and go out after regressing after a while, or it can be stabilized and stay as is.
The same like acanthosis nigricans. So silent futures of this disease is a localized distribution and benign course. So it's not, don't associate it with any problem. Usually it is like just more cosmetological problems than health problem. Lack of systemic and tumor association. So it's usually not associated with anything. And occurrence due to somatic mosaicism, and this is special type of mutation. So it's benign thing with the cosmetical disorder for the patient. Okay, pathology. If you will be enough brave to take the little piece from the patient for such benign disease, okay, you will see the next picture. Hyperkeratosis, papillomatosis, hyperpigmentation of basal cell layer, and mild acanthosis. Generally, it's non-specific, so it's really not something necessary to get. So we know what we will get, okay? If we get the biopsy from this, we know what we will see in pathology. We know need it, actually. But if you do, you see this. Okay, in literature, it is just a case reports, and you will not find a lot. 1, 2, 3, 4, 5 maximum halat. It's nothing, really. Some of them have high description, some of them have little, just the case report, but generally, it's very, very undescribed entity. And for sure, with all experience I have before, is the first time I was really hear about something like this. Okay, differential. Differential can include things like acanthosis nigricans itself, although it is unilateral, so you need to be sure that, but it can be more extensive than this, so you will see that it's like acanthosis nigricans. Then linear verrucous epidermal nevus, according to his position on the body and according to the entity, you will see it can resemble this nevoid acanthosis. Confluent and reticulated papillomatosis of Gougerot-Carteau. Oh, this is for Dr. Ahmed to describe. I'm hardly pronouncing the diagnosing. And the Garcia-Hafner-Happel syndrome, which was I talk about, but this is syndrome, so also rare, and this is fibroblast growth factor receptor 3 epidermal nevus syndrome. So it will have any additional things, not only nevi, epidermal nevi, acanthosis nigricans, and some neurological abnormalities. So it's described together and they get a syndrome. Syndrome also rare. So possibility you will see any one of this any very, very low. So what to do if we have case like this, that we can help him with anything? Okay, from the experience, no, but okay, we will try. No randomized controlled trials exist for any treatment of unilateral nevoid acanthosis nigricans. Okay, there is no way to get something evident, but you can see multiple case reports suggest that patients improve with treatment of its underlying condition. But do we know what is underlying condition of this disease? So we can try to treat it with our usual weapon, what we use for acanthosis nigricans generally. So retinoids, topical or systemic, calcipotriol, and lung pulsed alexandrite laser treatment. Really, I don't know, did Dr. Ahmed try any one of these entities on the case? I tried the lung pulsed alexandrite laser treatment, but not in nevoid acanthosis nigricans. We tried in some big freckles, and really it improves with such maneuver. So maybe long pulse alexandrite attack the pigment in the basal cell layer, as you mentioned in the pathology, and they make some sort of whitening effect even for such lesion, if theoretical. But I didn't try before. I tried for other entities and it works. Okay, practically I try for the such entities like nevi itself.
normal nevi, we have with this brown pigment. I try the Indiac Alexandrite with the 5 millisecond, but with very, very high power. Yani like over than 100. So it's painful. It make crusting, make a lot of stuff and things, but in end of the things, yes, it's disappeared, the lesions and disappear. And even in hair removal with experience, which I have now, if you use Alexandrite with hair removal and persons have on, for example, on hands, on legs, you have any nevi, little nevi, this, you know, not erase it from the skin, the normal type of nevi, if one. I usually put anything on it to close, or I ask the patient, did you care to the nevi? Because if you will make hair removal few sessions, in the sink, it disappear. So sometimes they even ask, okay, make it on this because I want it will disappear, and it disappears. So yes, for the pigment it work, but we have in this lesion special type of surface. So this type of surface, I think, need ablation or something like this. Yes. Okay, so that's it. This is what you can try if you see this case. This is what you can try for the treatment. If you have any questions, you can ask Google. He must probably know all the answers you have. And that's it. What is the story about this? The this story, I don't know. Black girl. We have, every day we have the people who is... come to Dr. Ahmed and say, okay, we want to stay in your clinic, we want to work with you, we want to take the knowledge and things like this. So, okay, before any one of you will make the same mistake, don't think it is easy. Okay, when you look at Dr. Ahmed or any one of his staff working, okay, it's look easy, but it's not, okay? This is hard everyday work, you know, like this Indian people in America, you know, it represent our little poor minions who is working with all our passion and power for such things like this. So, you know, anything he present to you, anything we try to show you, it's really hard work. You know, Dr. Ahmed, despite the fact he is sick, he come from his work. He sit at his home with an in full suit. You know, if he will stand up now, you will see the trousers. It is. So, you know, it's hard really. So when somebody opens the mic or things like, okay, people, you get a little bit respect, please. Yeah, I know I shouldn't say something like this, but wallahi, you know, it's bother. It's really bother. I'm like a previous professor in university. I never see from my students anything like this. Okay, so just please be more careful with your mics and things. I know all of you have kids. He has 3 kids. You know where is the kids? Now he go to the brother house to don't bother you. So why you let yourself? Okay, I hope all of you enjoy our cases today. And دكتور ايه الفرق طب بين ان void بقى واللوكالايزد اكنسوز نيجريكنس again I am not speaking Arabic. The difference between localized and void اكنسوز نيجريكنس the difference between localized and void yes. No, it is localized nevoid, yani. It is two in one, yani. It is localized nevoid acanthosis nigricans. It's mixed localized and nevoid. It is localized nevoid. Okay, thank you. Welcome. Question for the audience. What do you know about acanthosis nigricans? The subtypes of acanthosis nigricans. Dr. Marina just mentioned a very interesting case about localized nevoid acanthosis nigricans, but what about other types? Could anybody just enumerate the types yes. of acanthosis nigricans? Yes, idiopathic, familial, and the malignancy, drug-induced. Yes. Hereditary form, drug-induced form,
paraneoplastic form. You mean the paraneoplastic form? Obesity associated. Okay, okay. You enumerate a lot of causes, and sure, every type has its association. So we have a hereditary form. In some families, you find the members of such family have acanthosis nigricans. El paraneoplastic, you should search for underlying malignancy. Drug induced. So can you enumerate drugs which may induce acanthosis nigricans? ممكن. What else? الستيرويدز يا جماعة. الانسولين. Systemic corticosteroid. والأنابوليك ستيرويدز. All of this is drug inducing acanthosis nigricans. طيب. We الميتابوليك تايب اللي هو linked to metabolic syndrome أو X syndrome. مظبوط؟ بس كده. أو الانسولين ريسيستنس. Thank you for your presentation, my dear Dr. Marina. It was wonderful one and funny one. Light and funny. Something fruity in this hard night. It is cold in Cairo. It is now like 14 Celsius degree. So it's cold. I hope it's fruity for everybody. Minus. Okay. Thank you anyway. Thank you and meet you in another webinars inshallah. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على الحضور. اتمنى النهارده نكون قدمنا وجبه علميه قدرنا نحط لبنه كده وان شاء الله في اللي جاي باذن الله نكمل الاثنين اللي جاي عرض حاجات اكلينيكيه وبرده محاضرات على نفس هذا النسق. اي سؤال قبل الانصراف؟ ممكن بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا دكتوري. اتفضل. الاكانسوسس نيجريكانس في السنسيتيف اريا علاجها طيب. المانجمنت يا دكتوره شيرين، انا بصراحه في الاكانسوسس بعتبره ان هو سيستميك ديزيز. انا عشان راجل تفكيري باطني شويه، فكري باطني، بستلم العيان واقول له تعالى هل انت، وغالبا يعني خلينا نكون واقعيين، اغلب الحالات او الموست فريكوينت تايب اوف اكانسوزس وي ميت اللي هو اللي لينكد للميتابوليك ايرورز او اللي لينكد للانسولين ريزيستنس او اللي لينكد للاوبيزيتي. فبقول العيان يو هاف تو لوز ويت ايزر باي دايت بروجرامز اكسرسايز او ايفن بارياتريك سيرجريز. يعني لو العيان كده لا، طب تعالى بقى نعمل تكميم معده والحاجات دي. تاني حاجة أنا بكتب له في المانجمنت جلوكوفاج أو سيدوفاج أو ميتفورمين. You have to prescribe for your patient ميتفورمين لأن أغلبهم عندهم some sort of insulin resistance. وبعدين توبيكالي أنت معاكي كليجمان فورمولا. توبيكال ريتينويدز في المكان السنسيتيف ده هيبقى يعني irritant. هيبقى لوحده هيبقى irritant. فانت هتحط معاه ستيرويد وممكن احط هيدروكينون اللي هو الكليجمان فورمولا. بس خلي بالك كليجمان هتبقى ايرتنت برضه. فاحنا في العيان توبيكال تريتمنت ده نقول له نص ساعه او ساعه وشطفه بالميه. تمام. اللونج بالس الكسندرايت مكتوب على فكره. فالعيان اللي من النوعيه دي انا بشجعها على الليزر هير ريموفال. بقول لها بصي روح اعملي ليزر هير ريموفال اهو الكسندرايت، اعملي لك بجهاز اليكس اهو منه يشيل الشعر ومنه هيحسن من الاكنسوزيس نيجريكس. يبقى انت هنا ضربت حاجتين بحاجه واحده. يبقى ادينا توبيكال اللي هو الكليجمان، ادينا السيستميك ميتفورمين، بندي الليزر هير ريموفال از يعني ادفايس فور يور بيشنت شي هاز تو دو. وبعدين اللو دوز ايزوتريتينوين. اللو دوز ايزوتريتينوين مكتوب في الاكانثوزيس نيجريكانس. يعني تدي ايزوتريتينوين 10 ملي جرام بير داي. ده المانجمنت. تمام. طب ودور الكالسيوبوتريول الاكانثوزيس؟ في الحقيقه انا على تجربتي الشخصيه ككلينيكال اكسبرتايز ما عملتش ده، ومش شايف ان ممكن يبقى له دور في الحقيقه.
إلا يعني لو في thickened skin قوي أو filthy skin قوي ماشي، بس أنا كإكسبرتايز ما عملتش ده. طب تمام، ميرسي جدا يا دكتور، ميرسي بتاع حضرتك. طب يا دكتور لو سمحت سؤال معلش. اتفضل. طب لو كانت طفلة 4 سنين وكان وظهر لها لكن جوز دم 6 شهور بالظبط، كان حواليه من البير اورال وكان في الاندر ارم وكان في رقبتها وكان في حقه في رجليه في تحت في حوالين بطنها، كانت اوبيس دكتورة حنان؟ لا كانت رفيعة خالص، بنت صغيرة ورفيعة وعملت كل تحاليل المالجنسي حتى دخلت في سكك كتير، عملت كل حاجة وكلها نورمال وما فيش هيريديتري. سألتها على هيستوري، غالبا ده بيكون الايديوباثيك فورم او الهيريديتري فورم. ما نزلت ما فيش هيريديتري فورم. نعم يا فندم. ما فيش هيستوري في هيريديتري يعني ما فيش ايديوباثيك. وعلى فكرة هو في حالات هيريديتري احنا بنسميها كده هيريديتري، وممكن ما هي دي نوفو يعني هي اول حد من السلالة دي ومتوقع ابنها او ابنها او كده يكون عنده، فهي يعني دي نوفو زي ما انا اكون دي نوفو سورايسز وابني جيلو سورايسز. طب والحالة دي تبقى حلها ايه بقى؟ والله حل يعني حلها بيبقى صعب جدا، احنا هنحاول بالحاجات اللي انا ذكرتها كتوبيكال مانجمنت، يعني مش هتروحي بعيد عن الكليجمن والريتينويدز. في اجزاء كتير في جسمها يعني واخده اجزاء كتير. مش هنعمل كده برضو ونعملها كسيكوينشال تريتمنت، يعني نعالج بارت نشوف هل البارت ده استجاب ولا لا. تمام، يعني ناخدها بارت. خدها بارت بارت، لو البارت ده استجاب يبقى وارد ان انا اشتغل على بارت وبعد فترة اشتغل على بارت سيكوينشال، امشي سيكوينشال. تمام. ما استجابش خلاص، مش كل امراض الطب بتتعالج. تمام. اي سؤال تاني يا جماعة؟ ممكن سؤال يا دكتور؟ اتفضلي دكتورة عليا. كان في حالة جات لي suspected sarcoidosis وهي كانت جايه لي بنيل مانيفستيشن، بس اللي لفت نظري الهير بتاعها، كانت بتشتكي او انا سالتها قالت عندها انتيرو هير فولينج والفرونتر هير لاين كان حصل له ريجريشن. واحده واحده، هي كانت ساركويدوزيس وعندها ايه؟ جايه لك بايه؟ لا هي ما كانتش لسه دايجنوزد، هي اول فيزيت ليها كانت جايه بنيل مانيفستيشن. نيل جايه بكلابينج وانوكولايسيس وديستروفيك نيل. طيب وليه على طول اشمعنى الساركويدوسيس اللي جه في بالك؟ لا هو انا فكرت في حاجه سيستميك، لان يعني ما كانش ساركويدوس بمعنى الهيستوري، كان من 2 months بس واخد كل النيلز. حلو. وعملت لها اكزامينشن لباقي البادي، لقيت الهير بس هو اللي فيه جزء الانتيرور هير لاين حصل له ريجريشن. حلو. وكانت بتقول كمان في فولنج في الانتيرور هير، فبدات حولتها على بطنه. حلو. البطنة بدأوا معاها انفستيجيشن وطلبوا منها شيست اكس راي. ايوه. والدكتورة في البطنة كانت شاكة في ان هي ساركيدوز، وقالت دي مش اول حالة نشوفها، يعني حالات كتير بتجي لها بالنيل مانيفستيشن ويكتشفوا انها ساركيدوز. والله انا تبعتها لغاية هنا بس. بصي حضرتك، احنا ما ننساش ان الساركيدوزيس ده وان اوف جرانيلوماتس ديس اوردرز، والجرانيلوماتس ديس اوردرز معروفه هما حاجتين في الطب، يعني مش حاجتين بس، يعني حاجتين احنا حتى بندرسهم في الكلينيكال ميديسن، الجماعه البطنجيه دايما حافظينهم، الساركويدوزيس والتي بي. فبالتالي لو انا عندي سيستميك جرانيلوماتس ديس اوردر، اكيد العيان ده هيجي له تيلوجين انفلوفيوم، واكيد ممكن الاقي نيل مانيفستيشن، ممكن الاقي بادي ويت لوس، الاقي بيخس، ولاقي الاي اس ار عالي جدا في المرضى دول. فده وارد، يعني هو طبيا الصوره اللي حضرتك بتقوليها ده وارده جدا. خلاص. لكن دايما الساركويدوزيس، ودايما بنصح يعني اخواني وزملائي لما تفكر في الساركويدوزيس، طبعا هو كيب ان مايند ولازم تبقى مايندد بيه والا حالاته هتفلت منك، بس هو دايجنوزيس باي اكسكلوجن ايزر كلينيكالي اند باثولوجيكالي، يعني كلينيكيا لازم اكسكلود الحاجات كلها واحط هو تحت في الديفرنشال دايجنوزيس ليست بس من تحت. وفي الباثولوجي كمان كده، يعني حتى لما بنشوف الساركويدال جرانيولوما في الباثولوجي ما بنستعجلش نقول ساركويدوس، نقول طب بس استنى لحسن يبقى ساركويدال جرانيولوما
او في حاجات من اللي بتعمل السيركايدال ساركويدال جرانيلومز او حاجه تكون موجوده. وبعدين لما ابص في الشريحه كويس اقول اه ده هو ساركويدوس معايا. فالصوره مش مستحيله، هي وارده قد يكون، لكن محتاجه تكمل بالانفستيجيشنز لحد ما نشوف ايه السبب. بس هو غالبا سيستميك كوز، ومش عايزكم تنسوا ان الجرانيلوماتس ديس اوردرز دي لا ده بتهد الجسم يا جماعه. العيان اللي عنده تي بي ربنا يحفظنا جسمه كله بينهد، والعيان اللي عنده ساركويدوزيس كمان لو سيستميك مش كيوتينس بس. تمام كده دكتور احمد؟ اتفضل دكتور صالح. تمام. الحاله دي دي اوكي. اتفضل دكتور صالح، هنرجع لك يا دكتور علي. اتفضل. اوكي عفوا، كنت مره يعني اتكلمنا الان ان شاء الله ربي ينزل الشفاء باذن الله ويعطيك العافيه توصل الله. الله يكرمك. اللي انا شيء ان شاء الله بعد ان شاء الله يمن الله عليك بالعافيه انه تعطينا انتراليجنال استيرويدال. حاضر هشرحها الاسبوع الجاي، هي انطلبت كتير. شكرا. وانا حاضر الاسبوع القادم ان شاء الله الويبينار هيبقى على الانتراليجنال ثيرابي عموما وعلى الانتراليجنال استيرويد، او ممكن نقول الانتراليجنال استيرويدز وويبينارز ثانيه نعمل الانتراليجنال ثيرابيز. حاضر يا دكتور صالح الاسبوع الجاي ان شاء الله. ازي حضرتك يا دكتور احمد؟ انا دكتور خليك. اهلا دكتور اميره، الله يخليكي. ألف سلام على حضرتك. الله يسلمك. الله يكرمك. هي محاضرة جميلة جدا كالعادة والله، وإحنا استمتعنا كلنا. الله يكرمك. كان في سؤال صغير جدا، أنا أول مرة أسمع إن اللونج بولسيت ألكسندرويد بنستعمله في علاج الأكانثوسيس، فأنا مش فاهمة الرول بتاعه. يعني إحنا معظم الحالات بنعملها فراكشنال سي أو 2 كنوع من أنواع ال الأبليتيف. أه بالظبط. بص 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 يا دكتورة أميرة، اللونج بولسيت ألكسندرويد موصوف في الحالات، موصوف ومكتوب في الكتاب على فكرة، يعني هي مش إكسبرتايز، it's not my clinical expertise ولا other expert expertise. يعني هو مكتوب في روك ومكتوب في بولونيا في الأمراض اللي هي فيها تصبغات وما انتش عارف لها بالعربي، زي الأكانسوزيز نيجريكنز، وزي إيه كمان؟ زي الدولينج ديجوز، الدولينج ديجوز ديزيز، المرض اللي هو الجينيتك ده، واحد من الجينوديرماتوزيز ده بيجي في الفيميلز وبيجي في اللي هو الفليكشرال سايتس، يعني الاكزيلا او الاندر بريست او وات ايفر، وبيكون في ريتيكوليتد بيجمنتيشن، ومكتوب في اللونج بالس الكسندرايت، مكتوب ك ثيرابيوتيك ترايل او ككيس ستادي اتعملت وجابت نتيجه. في الحقيقه الالكسندرايت هو بيضرب ايه؟ ايه الكروموفور بتاعه؟ الميلانين، خلاص. فبالتالي هو ثيوريتيكالي ممكن يشتغل على الحاجات اللي فيها ميلانين، زي ما انا لسه قايل ومتحاور مع الدكتوره مارينا. لو انت سمعتيها حتى هي قالت جمله مهمه جدا، ما اعرفش اخذتوا بالكم ولا لا، هي من خلال الاكسبرتايز العنيف ليها كفيميل وليكم كلكم كفيميلز لو اشتغلتوا الليزر هير ريموفال، بتقول ان انا ساعات بشتغل على اماكن فيها نيفاي وبعدين الفيناي دي النيفاي دي بتفانش بعد كده، اللي هي ميلانوسيتيك نيفاي. يعني مجرد اللونج بالس الكسندرايت جه عليها ممكن يضربها يخفيها. فبالتالي الميكانيزم او الثيوري هتقول ان هو هيضرب الكروموفور فهيشيل اللون بس، لكن اكيد مش هياثر على التكستشر بتاع السكن. كده وضحت؟ ايوه يا دكتور، بشكر حضرتك جدا. عفوا دكتور امير، اتفضلوا. الماك بيقول لي 5% هيفصل، فيعني ممكن نلحق نعمل الريكورد بتاع المحاضرة الجزء الثاني. حد عنده سؤال؟ اتفضل. انا كنت هسال بس اللونج بالسد لو دارك سكين مش هو هايبر بيجمنتيشن كده او تعمل مشاكل؟ اه هو بصي الفكره كلها ان هو لو دارك سكين وانا بشتغل بلونج بالس اليكس، فاكيد الفلوينس العالي ده هيدستراكت الابيدرمس اللي فيه ميلانين. حلو الكلام. فبالتالي لما بيحصل كده بيحصل بيرن، والبيرن ده ممكن يسبسايد باي هايبوبيجمنتيشن، فعلشان كده هو مش من السيفتي انك تستخدمه في الدارك سكين بيبل. لكن هو في الحقيقه احنا ممكن نستخدم بس بارامترز معينه وباكسبرتايز معين،
لكن جنرال سبيكينج كده لا مش هيكون هو السيف، لان هو ما بيخترقش الجلد قوي، هو سوبرفيشال بيخترق الجلد يعني تقريبا 1 ولا 1.2 مليمتر، فبالتالي هو سوبرفيشال قوي وبيدور على الميلانين. مظبوط تمام. فمش راشونال ان انا استخدمه في عيان دارك. يا دكتور سلامة حضرتك، الف سلامة. الله يخليكم. اي سؤال يا جماعه قبل ما ننهي الميتنج؟ اشكركم شكرا جزيلا، نشوف حضراتكم على خير باذن الله الاسبوع القادم بحالات كلينيكال وويبينار جديد. شكرا يا دكتور تعبنا حضرتك. الله يخليك. شكرا يا دكتور، الف سلامه لحضرتك. الله يسلمك. الله يخليك، اشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله.